فشرع للراكع أن يذكر عظمة ربه في حال انخفاضه هو وتطامنه وخضوعه، وأنه سبحانه يوصف بوصف عظمته عما يضاد كبرياءه وجلاله وعظمته. فأفضل ما يقول الراكع على الإطلاق سبحان ربي العظيم، فإن الله سبحانه أمر العباد بذلك، وعين المبلغ عنه السفير بينه وبين عباده هذا المحل لهذا الذكر. وبالجملة فسر الركوع تعظيم الرب جل جلاله بالقلب والقالب والقول، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، رواه مسلم. ثم يرفع رأسه عائدا إلى أكمل هيئاته، وجعل شعار هذا الركن حمد الله والثناء عليه وتمجيده، فافتتح هذا الشعار بقول المصلي سمع الله لمن حمده، أي سمع سمع قبول وإجابة، ثم شفع بقوله ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ولا يهمل أمر هذه الواو في قوله ربنا ولك الحمد، فإنه قد ندب الأمر بها في الصحيحين، وهي تجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهما، فإن قوله ربنا متضمن في المعنى أنت الرب والملك القيوم الذي بيديه أزمة الأمور وإليه مرجعها، فعطف على هذا المعنى المفهوم من قوله ربنا قوله ولك الحمد، فتضمن ذلك معنى قول الموحد له الملك وله الحمد، ثم أخبر عن شأن هذا الحمد وعظمته قدرا وصفة، فقال ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أي قدر ملء العالم العلوي والسفلي والفضاء الذي بينهما. فهذا الحمد قد ملأ الخلق الموجود، وهو يملأ ما يخلقه الرب تبارك وتعالى بعد ذلك ما يشاءه، فحمده قد ملأ كل موجود وملأ ما سيوجد، فهذا أحسن التقديرين. وقيل ما شئت من شيء وراء العالم، فيكون قوله بعد للزمان على الأول وللمكان على الثاني، ثم أتبع ذلك بقوله أهل الثناء والمجد، فعاد الأمر بعد الركعة إلى ما افتتح به الصلاة قبل الركعة من الحمد والثناء والمجد، ثم أتبع ذلك بقوله أحق ما قال العبد تقريرا لحمده وتمجيده والثناء عليه، وأن ذلك أحق ما نطق به العبد، ثم أتبع ذلك بالاعتراف بالعبودية وأن ذلك حكم عام لجميع العبيد، ثم عقب ذلك بقوله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وكان يقول ذلك بعد انقضاء الصلاة أيضا، فيقوله في هذين الموضعين اعترافا بتوحيده وأن النعم كلها منه. وهذا يتضمن أمورا، أحدها أنه المتفرد بالعطاء والمنع، الثاني أنه إذا أعطى لم يطق أحد منع من أعطاه، وإذا منع لم يطق أحد إعطاء من منعه، الثالث أنه لا ينفع عنده ولا يخلص من عذابه ولا يدني من كرامته جدود بني آدم وحظوظهم من الملك والرئاسة والغنى وطيب العيش وغير ذلك، إنما ينفعهم عنده التقرب إليه بطاعته مع إيثار مرضاته. ثم ختم ذلك بقوله اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كما افتتح به الركعة في أول الاستفتاح، كما كان يختم الصلاة بالاستغفار، وكان الاستغفار في أول الصلاة ووسطها وآخرها، فاشتمل هذا الركن على أفضل الأذكار وأنفع الدعاء من حمده وتمجيده والثناء عليه والاعتراف له بالعبودية والتوحيد والتنصل إليه من الذنوب والخطايا، فهو ذكر مقصود
في ركن مقصود ليس بدون الركوع والسجود.